أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات، حلقة جديدة اليوم نتحدث فيها عن فوائد الزنجبيل لحرق الدهون، فهل أنتم مستعدون؟ هيا نبدأ. فوائد الزنجبيل لحرق الدهون: الزنجبيل هو عبارة عن عشبة جذرية أسيوية تنمو في التربة المدارية الرطبة، وقد تم استخدامه كنوع من أنواع التوابل على مدار 4000 سنة، وهو من الأعشاب الطبيعية التي تعالج الكثير من المشاكل التي تصيب الإنسان، حيث يعالج الزنجبيل المشاكل التي تصيب الجهاز الهضمي، وينظم أيضا من مستوى الكوليسترول في الدم. يقوم أيضا الزنجبيل بتحسين من جهاز المناعة، ويستخدم كمضاد للالتهابات وغيرها الكثير، بالإضافة أيضا إلى أنه يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم. يمكن استخدام الزنجبيل في الكثير من الاستخدامات والعديد من الطرق، وسنتعرف اليوم في هذه الحلقة على فوائد الزنجبيل لحرق الدهون. هناك الكثير من الفوائد الصحية للزنجبيل، من ضمنها أنه يساعد على خسارة الوزن الزائد، أيضا يحرق الدهون وتحديدا دهون البطن. يقوم أيضا الزنجبيل بحرق دهون الفخذين والأرداف، وهناك الكثير من الدراسات أثبتت فعالية الزنجبيل عندما يتم استخدامه في الأنظمة الغذائية الصحية، كما أن فائدته تكمن عند تناوله بعد كل وجبة، سواء كانت هذه الوجبة رئيسية أو خفيفة. الزنجبيل لديه قدرة مذهلة على منع الدهون من التراكم في الجسم. يعمل الزنجبيل على إراحة المعدة، يقوم بتحسين عمل الجهاز الهضمي، وبالتالي يزيد من معدل حرق السعرات الحرارية في الجسم، يعطي شعورا أيضا بالشبع والامتلاء، وبالتالي يحد من الإفراط في تناول الطعام. أما الآن فسنتكلم عن وصفات من الزنجبيل لحرق الدهون. نبدأ بمشروب الزنجبيل. نخلط في وعاء ملعقة صغيرة من الزنجبيل الناعم وملعقة صغيرة من القرفة وكوبا من الماء المغلي. نخلط المكونات مع بعضها جيدا ونشربه بعد كل وجبة، أو نضعه في على المنطقة التي يوجد فيها ترهلات وتراكم الدهون. ثانيا، الزنجبيل وخل التفاح. نغلي الزنجبيل في كوب من الماء، ثم نتركه حتى يبرد، ونضيف إليه ملعقتين من خل التفاح، وملعقة من مسحوق اللوز، وملعقة من ماء الورد، ونخلط المكونات جيدا حتى يتشكل لدينا خليط متماسك، ثم نضيفه إلى كريم الترطيب، وندهن على المنطقة المتراكم فيها الدهون، ونلتزم باستخدامه بشكل يومي. ثالثا، الزنجبيل والعسل. نخلط ملعقة صغيرة من الزنجبيل وملعقة من العسل حتى نحصل على مزيج متجانس، ثم نتناوله مرتين في اليوم. أيضا الزنجبيل وعصير الليمون. نخلط كمية قليلة من الزنجبيل المبشور وملعقة من عصير الليمون الحامض وملعقة من الملح حتى يتشكل لدينا مزيج متماسك، ثم نشكله على شكل أقراص ونتناول قرصين بعد كل وجبة. شاي الزنجبيل. نشرب شاي الزنجبيل 3 مرات في اليوم بعد تناول الطعام. الزنجبيل المبشور. نضيف كمية قليلة من الزنجبيل المبشور إلى الأطباق التي نتناولها، وتحديدا السلطات. انتهت حلقة اليوم، وانتظرونا في حلقة جديدة وموضوع جديد، ولا تنسوا أن تستشيروا طبيبكم قبل أن تبدأوا بأي وصفة لكي تتأكدوا أنها تلائم احتياجاتكم، ولكي تعيشوا وتهنوا بحياة صحية أفضل. كان معكم المهندس أشرف أسامة من قناته المتواضعة على اليوتيوب، وانتظروني في حلقة جديدة وموضوع جديد قريبا إن شاء الله تعالى.